عرضت قيادة الدرك الوطني الحصيلة العامة للرقم الأخضر 55 بعد 5 سنوات من إنشائه، حيث بلغت عدد المكالمات الواردة 7,330,000 مكالمة، مما يعطي انطباع بتفاعل المواطنين بهذا وتفاعلهم مع هذا الرقم الذي ساهم بشكل كبير في حل العديد من الجرائم. التغطية لهشمي خيراني ومحمد بومشو. إن الاستنجاد بالرقم 1055 أصبح فعل تلقائي لدى المواطن، وهذا ما يتجلى واضحا في الارتفاع المستمر لنشاط هذا الرقم منذ وضعه في الخدمة، حيث تم استقبال على مستوى مراكز النداءات للدرك الوطني وعدد 348 7,330,000,000 مكالمة هاتفية عبر هذا الرقم، أي ما يعادل 4,000 مكالمة هاتفية في اليوم على مستوى القطر الوطني. وستفتح قيادة الدرك الوطني موقعا إلكترونيا جديدا يحمل عنوان طريقي، سيدخل حيز الخدمة قريبا. الموقع يتمشى متطلبات العصر ويهدف إلى إعطاء المعلومات المتعلقة بالطريق في وقتها الآني. أما فيما يخص الموقع الجديد اللي عن قريب إن شاء الله يدخل في حيز الخدمة، هو موقع سميناه طريقي، هذا يهدف أساسا إلى إعطاء المعلومة المتعلقة بالطريق في الوقت الحقيقي، مما يسمح ببرمجة تنقلات المواطنين عبر مختلف شبكة الطرقات. ونأكد باللي 85% من شبكة الطرقات راهي واقعة تحت اختصاص وحدات الدرك الوطني.